إذا نظرنا إلى هذه الآية ومثيلاتها بالقرآن الكريم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحسنا، ومرة وصينا الإنسان بوالديه لا إحسانا ولا حسنا، فكيف نفهم اللمسة البيانية المتغيرة مع اختلاف الآيات الكريمات؟ يعني هي إحدى هذه الآيات هي في سورة لقمان، نعم، ووصي الإنسان بوالديه حملته حملته أمه، أمه، والأخرى أظن في العنكبوت العنكبوت حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، أحسنت، وفي الأحقاف أظن إحسانا، إحسانا نعم أحسنت إحسانا. أحسنت. هو يعني في لقمان أولا هو ما لم يقل حسنا ولا إحسانا، لكن هو قال وصاحبهما في الدنيا معروفا أولا، هذا لم يقل في في اللقمان. الموضعين الآخرين وصاحبهما في الدنيا معروفا، صحيح. ذكر أمر آخر هنا. نعم. حقيقة هنالك يعني إذا نتوسع بها يصير أكثر من يعني كلام فيها. المقام في لقمان في المصاحبة والمعاشرة بين الناس، مصاحبة الأب لابنه، ومصاحبة الابن لأبويه، ومصاحبته للآخرين، لعلمه في أصول المصاحبة والمعاشرة في في لقمان لقمان. إذا تعبر عن حالة اجتماعية معينة، نعم، وهذا هذا هكذا سمت العام لها. وهكذا تمام. يعني لقمان وهو ينصح ابنه، والوصية بكيف يعامل أبويه، ثم أنه يقال له كيف يعامل الناس، اغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات صوت صوت الحمير، الحمير. واصبر على ما، أقم الصلاة، وأمر وصايا، كلها وصايا. يعني وصية في المجتمع، الأسرة والمجتمع، في المصاحبة، في أصول المصاحبة، نعم. يعني كيف يمشي، كيف لا يتكبر، لا تمشي في الأرض مرحا، هكذا في تعليم الآداب والوصايا، في لا في العنكبوت ولا في الأحقاف. هذا الأمر، هذا أمر. ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولم يقل بمعروف أصلا. وصاحب بي طبعا لحرف الجر صح، بي طبعا طبعا مصاحبة معروفا. طبعا، لم مثل هو امسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، ما قال صاحبهما بمعروف، قال صح، هي صاحبهما. معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفة. معروفة ماذا، ما موقعها من الإعراب؟ تمييز أم حال أم ممكن يكون تمييز، ممكن يكون حال، وممكن يكون يعني مفعول مطلق، هذا وصف لمفعول مطلق، وصاحبهما في الدنيا معروفة. صحابا معروفا يعني ممكن. طيب، لكن لماذا لم يقل بمعروف؟ مهم، لماذا؟ أراد أن تكون المصاحبة هي المعروف بعينه وليست بالمعروف. أنا فضلتك أفدت الآن أنها تدل على الإلصاق، يعني حتى لو قال بمعروف هنالك التصاق. هناك التصاق، نعم. أمسكوهن بمعروف، سرحوهن بمعروف، لكن هذه ليس بمعروف، وإنما هي المعروف بعينه، ليست بالمعروف. أقوى، إذا أقوى هي في الدلالة المعروف، والتعبير عن الحالة التي يود التعبير هي عنها. المعروف بعينه. نعم. يعني فرق، لا لاحظ، لما أمسكوهن بمعروف الرجل قد ينهر زوجته، صح، أحيانا ممكن يعضلها، وارد، ممكن يضربها، ممكن. ممكن، لا يمكن أن يفعل هذا مع الأبوين. الله، ذلك لم يقل بمعروف، هو المعروف بعينه. يعني لا تفكر أبدا بأي شكل من الأشكال في أذيتهما. المصاحبة هي المعروف وليست بالمعروف، هي المعروف. أحسنت. ولم يكتفي بالمصاحبة فقط، وصاحبهما في الدنيا، يعني كان المفروض المصاحبة لها قواعد وضوابط أيضا، تمام، لكن معروفة. يبقى لماذا لم يقل حسنا أو إحسانا وقال في غيره؟ ومرة حسنا ومرة إحسانا. مرة حسنا. لاحظ أنه هما في لقمان يفترض أن أبويه يجاهدانه على الشرك، وهكذا، وإن وإن جاهداك جاهداك. على أن تشرك بي، نعم وهكذا. صحيح. إذا ترك الأمر طبقة المصاحب المعروف، هذا أمره. نعم. بينما تلاحظ في الأحقاف هم الوالدان مؤمنان، وبعدين مو فقط هذا، هو في لقمان قال حملته أمه وهنا على وهن، نعم مو هكذا، صحيح. لم يذكر الوضع. بينما في الأحقاف
ذكر حملته أمه كرها ووضعته ووضعته كرها، يعني ذكر الحالتين. الحالتين والجزاء على قدر ما المشقة. هذا الشيء صح. ذكر آلام الوضع وآلام الحمل، إضافة إلى أنه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن. آمين. فإذا هما مؤمنان، إذن هذا أبلغ بعد. هؤلاء مؤمنان، ذكر لهما آلام الوضع والحمل، وذاك كافر يجاهدانه على الشرك. إلى الأولى بالإحسان. يا سلام، أحسنت أحسنت. في العنكبوت لا أقل طبعا، الإحسان أحسن من الحسن. وقالوا السنة الإحسان بلديه حسنى. حسن. ما الفرق بين الإحسان والحسن؟ الإحسان أن تحسن، أن يتعدى خيرك للآخرين. طب والحسن؟ في نفسه، هو حسن في نفسه، تقول له حسنا. فرق، أنت واحد تعامل حسنة وبين تحسن إليه. وعامله معاملة حسنة أو أحسن إليه، فرق ولا لا؟ يعني كلام حسن، كلام طيب، تفضل استريح، ما شو كيف قول حسن. نعم. الإحسان لا، أن تفعل له أمر سليم. إذن الإحسان أمكن من الحسن، أقوى أقوى طبعا، يتعدى لأن خير، إن هو معاملة حسنة وزيادة وزيادة سليم. الحسن هو في نفسه حسن. نعم. تقول كلمة طيبة، تقول كذا، يعني تأتي إلى موظف تفضل حاضر ماذا تريد كذا. الإحسان لا، أمر آخر. نعم. في العنكبوت هذا هما لا، هما أيضا كافران. وإن جاهداك اللي تشرك به، وإن جاهداك على أن تشرك به لا. ما ليس لك به علم. هما كافران إذن. كافران. طيب. وإن جاهداك اللي تشرك به. فقال للإحسان ماذا؟ قال الحسنى. لم يقل إحسان، قال حسنى. قال حسنى. وهو لا، لكن لا. لاحظ يعني طيب. في وهما أخف من مما في لقمان. قال وإن جاهداك على أن تشرك به. صح. فيها حمل وشدة. صح. يعني اشتراط كأنه. جهاد. أخف. أيضا جهاد. نعم. لكن أخف. يعني لا، لاحظ لما تقول زوجتك ابنتي لتعينني. زوجتك ابنتي على أن تعينني. هذا أقوى. مو هكذا الشرط هذا؟ صحيح. على أن تأجرني 8 حجج، هذا اشتراط. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. على أن تأجرني هذا 8. هذا اشتراط. بينما ذاك الغرض أنه. وإذا قال لي تأجرني. لا لا، ليس فيه اشتراط. عجيب. لا، فيها يعني تعليل هكذا. طيب. يعني فإذا لاحظ، فإذا هذه المجاهدة أقل من ما في لقمان. صار حسن. ليس فيها مصاحبة المعروف، لكن فيها حسن سليم. في العنكبوت لا، الأبوان مؤمنان، وذكر آلام الحمل والوضع. لا، أصلا لم يذكر أصلا آلام حمل صحيح. الوضع. فإذا اقتضى أنه الزيادة في الحسن وهو الإحسان، ترتب ترتيب بحسب. طب يعني قد يسأل سائل حضرتك بهذا، هو ماذا قال ربنا في وصيته بني آدم بالوالدين؟ كلها. قال إحسانا ولا حسنا ولا كلها ما كلها قال إحسانا؟ كلها في سياقها. قال كلها. كلها قال كلها. فأنهم الكافر الذي نعم. يجاهدك على المعروف وكذا، يجاهدك لتشرك، الصاحبة بالدنيا معروف. اللي أقل منه تحسن للكافر. حسن. اللي مؤمن هو إحسان. إذن هي درجات. وكأنها تقسيمات. درجات هي. درجات. لا لا، يعتبر أن هذا مثلا لا. تناقض، تعارض، هو أصلا اختلاف يعني. المعروف يجمعها. المعروف يجمع كل هذا. صح، بدنا معروف. مرة يقول قضى، مرة يقول وصينا. هو قضى ولا وصى؟ هو قضى ووصى. الاثنين معا. طبعا. هو قضى ووصى. اثنين. وأيضا جاء وصى بالتشديد، لتشديد الوصية. لم يقل أوصينا. وإذا كان قضى فمن باب أولى أنه وصى، فلما لم يكتفى بقضى مثلا؟ والقضاء أقوى من الوصية. الوصية لها دلالة والقضاء له دلالة. الله أكبر. أنت توصي ابنك بأمور، تقول له أوصيك بكذا كذا كذا، ثم نعم. ووصى بنيه، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. الوصية يعني أمر يعني آخر، كل وحدة لها
الله هذا أمر أكبر. الله، هذا وصيته. نعم، هذا من قبيل انه يعني من خلال التجويل والتطاف نجد ان هنالك كلمه تزيد على كلمه مثل حسنى واحسان مثلا، هل هذا من قبيل زياده المبنى تدل على زياده المعنى؟ واذا كان هذا كذلك نود بعض الامثله من ايه القران الكريم، وكيف نفهم هذه الصياغه من وجهه اللمسات البيانيه والبلاغيه؟ تفضل يا دكتور. هذه المقوله يعني التي تذكر كثيرا، نعم، زياده المبنى تدل على زياده المعنى، هي يعني حقيقة أمر في اللغة موجود لكن ليس مضطرد، ليست قاعدة إذن، ليست قاعدة مضطردة، موجود يعني فعلا يحصل أنه مثلا كسر وكسر، كسر فيها مبالغة، جهد واجتهد، قطع وقطع، علام وعلامة، هذه زادت معنى ممكن، راحم ورحمن، غاضب وغضبان، لكن ليس دائما، حاذر وحذر، حذر أبلغ من حاذر، حذر صيغة مبالغة صح، وهي أقل في المبنى طبعا. عالم وعليم نفس الحروف، نفس الحروف، كم حرف؟ عدد الحروف هي واحد، لكن واحدة اسم فاعل واحدة مبالغة، فاعل وفعل، لكن يعني كل مشتقات اسم الفعل والمبالغة مشتقات، ما هو لا، المشتقات هي ليست ذات دلالة واحدة، هي متفاوتة إذا صح طبعا. جيد. واله ووله، نعم، غاضب وغضوب، هو تلاحظ هو الحروف عددها واحد لكن وحدة اسم فاعل وحدة صيغة مبالغة، من أكبر صيغ المبالغة صيغة فاعول، فاعول طبعا. غضبان وغضوب، غضبون صفة مش غضبان صفة مشبهة، بينما غضوب صيغة مبالغة، غضبان أكبر من عددها أكثر. نعم، والحقيقة الأرجح أن يقال أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، ليس زيادة، ليس زيادة. قال بهذا أستاذنا الدكتور تمام حسان تقريبا في كتاب اللغة العربية معناها ومبناها، يعني من أنصار الاختلاف، اختلاف المبنى للاختلاف المعنى، هو هذا الأرجح حقيقة، هذا ليس الزيادة، ليس بالضرورة، ليس أحسنت.